أحلم بالسفر لأبعد مسافة ممكنة دون تلويث كوكبنا، وأشعر أنني في الطريق الصحيح إلى هناك. هذا شيء جميل. منذ 5 ساعات وجون بابتس الوازيلي يطير في الهواء، وقد قطع اليوم مسافة 220 كيلومتراً. ربما يكون هناك في الخلف. ها هو ذا. هبوط في كغولي في جنوب فرنسا، وهي المرحلة 15 من جولته الجوية عبر فرنسا. الوازيلي يروج لمشروعه البيئي أجنحة من أجل الكوكب. يا لها من رحلة الطيران. من أجل هدفه هذا ترك المغامر والمهندس وظيفته وكرس نفسه حصرياً لطائرته التي تعمل بالطاقة الشمسية. يأتي الفضوليون من كل مكان يريدون أن يعرفوا كيف تعمل الطائرة. طائرتي الشراعية تحلق من تلقاء نفسها بهذه المروحة التي تبدو صغيرة، لكن قطرها يبلغ متراً واحداً، وهي تعمل ببطاريات تشحن بالخلايا الشمسية المثبتة على الأجنحة. عمل الوازيلي على تصميم هذه الطائرة ل3 سنوات ووضع كل مدخراته في هذا النموذج الأول. أنا مندهش. هذا مصقول جدا هنا. لقد قام بدمج الخلايا الشمسية بالكامل في الأجنحة. أنا مهندسة وقائدة طائرة، لذا لدي فكرة عن الجهد المبذول. إنه رائع ويصحبنا معه في حلم. الحلم بطيران صديق للبيئة من دون ثاني أكسيد الكربون. هذا هو الواقع. طائرتي تحلق. التحضير للمرحلة التالية. إما أن أطير إلى مونبلييه أو إلى بيك سان لوب أو أحلق فوق فلوراك. المهندس يحب الطبيعة والتكنولوجيا بنفس القدر، وطور في البداية روبوتات تغوص تحت الماء، إلى أن أثار طائر قطرس صغير بالقرب من القطب الجنوبي شغفه بالطيران. رحلات طيور القطرس رائعة، لقد ألهمتني وقلت لنفسي إنني أريد أن أطير مثلها في يوم من الأيام. هذا العام يحلق الوازيلي فوق جميع أنحاء فرنسا لأكثر من 2000 كيلومتر. إنها رؤيته لسياحة المستقبل. أنا الآن على ارتفاع 7000 قدم فوق مون سان ميشيل. في قطاع صناعة الطيران يعتبر الكثير الوازيلي غريب الأطوار، لأنه مقتنع بأنه في يوم من الأيام ستطير الطائرات الكبيرة أيضاً بطريقة رفيقة بالبيئة باستخدام الطاقة الشمسية. من الصعب تخيل طائرة بوينغ أو إيرباص بخلايا شمسية، لكن الخلايا الشمسية اليوم تستخدم 20% فقط من طاقة الشمس، وفي غضون 10 إلى 20 عاماً ستبلغ النسبة 40 أو 60%. ربما تطير الطائرة بسرعة 400 كيلومتر فقط بدلاً من 800 كيلومتر في الساعة، لكن هذا يكفي للرحلات الداخلية. في كغولي يوضح الوازيلي الفرق الحاسم. الطائرات الشراعية الكلاسيكية تحتاج إلى رافعة أو طائرة بمحرك للإقلاع وللكثير من الطاقة. الوازيلي يفعل كل هذا بنفسه. وداعا غرولي، قريبا ستنتهي جولة الجوية في أنحاء فرنسا. لكن رائد الطيران يخطط لجولته القادمة عبر أوروبا لتشجيع المزيد من الناس على الطيران بالطاقة الشمسية.